السلام عليكم بنات، كديرين؟ بخير، مرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. هذا الفيديو هذا تكملة ديال الفيديو اللي فات، لانه اني غنجمع فيديوهات كامله، يعني حيت هادشي كله صورته في النهار، يعني غيجيني الفيديو طويل، وقلت نقسمه لكم يعني الى جوج اجزاء. الجزء الاول راني نزلته لكم، والجزء الثاني هذا هنايا البنات، يعني من بعد ما تغدينا حتى العشيه هنايا غادي نهبطوا عند خالي. جمعنا دوك الحوايج ديالنا في السيكان، ودينا معانا العشوب، ودينا معانا الحليب. تبارك الله، تهلات فينا خالتي بزاف، ربي يخليها. خلينا مسكينه كتبكي، مع مشينا قسنا مع دوك اليامات، عمرنا عليها غير هي هي وخالي، يعني عمرنا عليها بزاف. مسكينه خليناها كتبكي، والله الا بقات فيه قطعت لينا في القلب مع ولفاتنا، وجلسنا مع هذوك اليامات عمرنا عليها بزاف. ما قلت لكم البنات عمرنا عليها بزاف، لان حكم غير هي وخالي كاينين في الدار، يعني غير هما بجوج، يعني عمرنا عليها. مسكينه خليناها كتبكي، قطعت لينا في القلب، ولفناها في دوك اليامات، ولفاتنا حتى هي مسكينه. صافي هنا رهنا هابطين، وجبنا هذوك، جبنا السيكان ديالنا درناهم في دوك الاقواس، حكم انه خالي كاين مع واحد يعني مع خوه اخر، يعني خال امي مع واحد خوه اخر في البلاد ديالو، ما غاد تشوفوا معايا ان شاء الله. راني صورت لكم حتى الدار ديال خال امي واحد اخر، اللي كنت وريت لكم في فيديو اللي فات، وريته لكم، قلت لكم راه كاين تحت الجامع، كاين تما عندهم، يعني حتى هو الله يعني ماشي بزاف هادي، باش حتى هو دار محل، تما دار واحد جوج بيوت، ودار شجر، ودار هكا الزيتون، تيحيدو داك كينقيو الزرع من الربيع، وكيجيب داك الربيع كيجيبو كيحشوه كيجيبوه للبقر. حنا يعني كنا هابطين، يعني كنا نيتا هابطين، وقال لينا خالي ملي تكونوا جاي جيبوا معكم الحماره، باش نيت باش يجيب فيها هذا الربيع، لانه كيعطيو الربيع للبهايم، يعني اللي عنده هكا شي جردال، اللي عنده شي ربيع كينقيه كيجيبوه كيهزوه هكا يفد، يعني تيهزوه فوق هكا في الاقواس، وكيجيبوه ليهم كيحشوه كيبقاو يعطيوهم هكا بالليل. كما كتشوفوا الطبيعة غزالة غزالة، عرفتي واحد الجوية سلام، كما كتشوف عرفتي كتشوفوا داك المنظر، خصوصا وخالي ساكن في ديك البلاصة، يعني مقابل كل شيء، واحد البلاصة مفوجة غزالة. شوفوا المنظر كي داير، شوفوا الطبيعة كيفاش دايرة، المنظر خلاب ما شاء الله، عرفتي تجلسوا هكا غتشوفوا داك المنظر هكا، النفس ديالك وانت فاجأة، سبحان الله. والله إلا دوزنا أيامات غزالة، ما عقلنا عليهم كاع كيفاش دازو، دغيا دغيا دازو دازو أيامات زوينين. كما كتشوفوا الارض ما شاء الله غزاله، والربيع وهذا، عرفتي كلشي منور، تبارك الله الطبيعه كتضحك. هنا كما قلت لكم البنات، كنت قلت لكم في الفيديو اللي فات، كل واحد وارض ديالو، يعني خوالي كل واحد شيط ارض ديالو، كاين اللي داير عليها الكرياج، كاين اللي داير الزيتون، كاين كل واحد شنو زارع في الارض ديالو، يعني ما شاء الله هنا عندهم طبيعة غزالة ما شاء الله. هنا كاين الزيتون، شوف تبارك الله الأرض كي دايره، ما عرفتي هبطنا مع ديك العشية، باقا الشمس باقا شاعلة، باقا ما غربتش. شوفوا تبارك الله، شوفوا تبارك الله الارض، وهنايا راه الزرع تيحشو هذا البقر، واقيلا على ما اظن عندهم الشعير، واقيلا هنايا كيحشو البقر، وهنايا رابطين هذاك، يعني البقر هذا ديال خال امي، رابطو هذه الارض ديالو، رابط زرع فيها، ورابط فيها البهيم ديالو، يعني كل واحد كيرعى في الارض ديالو. ما شاء الله عندهم الطبيعه غزاله ما شاء الله، شوفوا تبارك الله الطبيعه كي دايره. هنايا البنات كيما قلت لكم، هنايا اخر نهار لغد لي جينا، صافي جينا، وان شاء الله باقي غتشوفوا معايا. جينا عند خالي، من بعد مشينا شنا خال امي،
اللي قلت لكم مشى عنده خالي، يعني مشى عنده خال امي، مشى عند خوه، مشى عنده باش يحشو الارض. باقي غادي يعني غادي نصور لكم، غادي نصور لكم هذا. حتى هو داير الزيتون، حتى هو يعني داير هكايا، يعني غارس هكايا الزيتون. شوفوا تبارك الله الطبيعه عنده مغزاله ما شاء الله، يعني غير كتمشاو في هذا الربيع بحال هكا والمنظر بحال هكا، يعني النفس ديالكم كتفاجئ سبحان الله، من كتحسوا بواحد الطاقه، واحد الطاقه ما شاء الله. عرفتي كتجي شوف تبارك الله على المناظر، شوف عرفتي داك الشيء غزال ما شاء الله. يعني انا راه باقا كنصور خوالتي، راه مشاو سبقوني، راهم مشاو سبقوني وخلوني موراهم. شوفوا تبارك الله هنايا، شوفوا تبارك الله هنا الطبيعة كي دايره ما شاء الله. شوفوا 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 تبارك الله، شوفوا داك راه الربيع ما شاء الله كي داير هنا في هاد البلايصه هادي ما شاء الله. واحد الطبيعة غزالة، واحد الجو، شوفوا معايا المنظر هذا كي داير، منظر غزال. هنايا البنات هنايا دايرين الفول كما كتشوفوا، دايرين الفول هنايا ودايرين الجنبالة. وهذا هو البير اللي قلت لكم البنات في الفيديو السابق، اللي قلت لكم راه تيسقيو منه غير الغسيل ولا هكا تيوردو على ما اظن البهيم منه. شوف 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 بارك الله، شوف شوف هذا المنظر كي داير، منظر غزال. شوف ما شاء الله الطبيعة خلابة ما شاء الله. شوف 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 هذا المنظر هذا كي داير. هذا هو البير اللي قلت لكم البنات شتي الماء ديالو ما صافيش، كيسقيو منه باش كيغسلو. وهنايا كاين فليو البنات، شتو كاين هنايا فليو، حتى ما شاء الله كاين فليو، كاين مرسيطه، كاين ديمانتا، كاين كاين سميتو دا هذا الله يثبتنا على الشهاده، كاين هذه زهيطره. حتي ما شاء الله الارض هنايا غزاله، شوف شوف المنظر كي داير، شوف ما شاء الله عرفتي غزال. شوفوا المنظر من هنا، راني قطعت قطعت طلعت، كيفاش كيبان لكم المنظر؟ كيبان داك الشيء غزال، الشمس يعني الشمس غاده. يعني المنظر غزال، تمشوا في الطبيعه دي كتنساو الدنيا وتنساو الهموم وتنساو كل شيء، كل شيء كتنساو، كتبقاو غير كتخليو عينيكم كتسرح كتسرح في هذا المنظر هذا. راه خواتي راهو مشاو خلوني موراهم، سبقوني وما خلوني انا موراهم. شوفوا المنظر كي داير، شوف صحت ما سخيتش نهائيا، نجي من ديك البلاصه والله ما سخينا البنات، ولفنا وداك المنظر وتطفيقي في الصباح كي ضربك البرد كتفاجي في قلبك. شوفوا معايا المنظر هنا كي داير، منظر غزال. شوفوا داك الطبيعه كترتاحوا في نفسيتكم. شوفوا شوفوا كنصور لكم دابا، راني قربت نوصل عند خالي. شوفوا المنظر كيفاش كيبان من بعيد. وهنايا البنات هذه كاينه باقا صغيره، باقا عاد نايضه، هذه الزعتره كما كتشوفوا هنايا كاينه زعتره باقا صغيره كما كتشوفوا معايا، باقي يعني باقي غتكبر. الريحه ديالها يا سلام،
الارض هنا ما شاء الله عندهم داكشي زوين، يعني اي حاجه بغيتيها كتلقاها، زعتره يعني كت هذا مرسيطه، يعني كلشي ما شاء الله كاين عندهم هنايا. وهنايا كنا يعني كما قلت لكم هابطين عند خالي، مشينا عند خالي لقيناه في الدار، ما لقيناش مرتو، لقيناها مسكينه مع البهايم وداكشي مشغوله. كما قلت لكم البنات يعني مرات خالي كت هكا، هو اصلا ما كيكونش يعني كيكونش اغلبيه الوقت في الدار، كان كيمشي كيدي هكا كيدي الناس يعني اللي طالعين للمدينه ولا شي حاجه كيديهم، يعني هي مسكين الله يعاونها الله يحسن العوان، هي اللي كتحضي هكا البهيمات. المهم جيني البنات دخلنا لقينا يعني خالي كان تيشرب كاس د شاي، من بعد صافي مشينا، قلنا لي غادي نمشيو، يعني غادي نمشيو عند خال امي. مشينا عندهم درنا عندهم كاس كروت، من بعد جينا وغادي نشارك معاكم ان شاء الله صورت معاكم. درنا واحد العشيوة، درنا العشاء، من بعد مشينا البنات للدار ديال الخالي. صافي هنايا راه جا خرجنا، حطينا يعني هنايا حطينا السيكان ديالنا وداكشي، خرجنا باش نمشيو عند خال امي. حنا ما جاتش معانا، مع مسكينه الله هبطت ديك الهبطه، مسكينه موصلات حتى هي تسخات، مسكينه صحتها على قد الحال. صافي يعني مشات هي جلسات وحنايا مشينا باش نشوفو خال امي. كيما شفتو هذه هي المدرسه، كنت صورت لكم في الفيديو اللي فات، يعني من دار خالي، من دار خال امي. هنايا غادي عند يعني عند خال امي. صافي مشينا دخلنا عنده، كما كتشوفوا هاد البلاصه هذه ما شاء الله، يعني داكشي غزال الطبيعه الربيع، يعني عندهم يعني بلايص زوينه، يعني استعداد اللي مثلا عنده الارض ولا شاري ولا عنده امكانيات مثلا باش يبني وهذا يدير الغرس يدير الزيتون، ما شاء الله عندهم الارض زوينه هنا. هذا هي الطريق اللي ماشيه عند خال امي، هذيك الدار اللي كتبان لكم هذيك هي دارو. هو ماشي قديمه البنات هنا، يعني ماشي بزاف باش هما شراو هاد الارض هذه، يعني ماشي بزاف باش هما ساكنين هنايا. شوفوا الربيع ما شاء الله نايض هنايا والزرع. يعني خليها ادخل يعني خال امي اللي ساكن في الدار هذه، يعني اللي عاد ماشي بزاف باش شراو الارض كما قلت لكم، يعني هما ساكنين في المدينه وكيجيو مره مرات يجيو هنايا. كما كتشوفوا معايا البنات هذا هو الجامع اللي كنت ورت لكم في الفيديو اللي فات. هنايا هذه هي الدار ديال خال امي ما شاء الله تما، يعني الربيع ما شاء الله. يعني هنايا كاين الربيع ما شاء الله، هنايا راح ندخلنا، هنايا داير يعني داير هنايا غرس، الزيتون، غرس هدا ما عرفتش كيسميوه كاع، يعني داير الغرس، يعني كل مرة كيدير شي شوية، حيت الحكم انه ما كيجيش دايما، كيجي غير مرة كيجي تيجلسو تما، حكم ان عندهم الدار في المدينة ولادهم في المدينة. اما خاليني وخوالي اللي صورت لكم فيديو اللي فات يعني ساكنين هما تما، وخالي اللي جينا عنده تا هو يعني راه ساكن تما، تا هما يا زارعين هنايا داك فليو دايرين كيما كتشوفوا. وهنايا هادي جنباله والزيتون، وهذه السلميه، وديري هنايا الفران، ديري له واحد العشيشه. صافي البنات من بعد ما يعني دخلنا عندهم جلسنا مع واحد شويه وخرجنا، يعني صافي يعني قرب يعني راه مشى الحال، الشمس يعني بدات كتغرب، صافي هنايا راه بدات كتغرب يعني مابقاتش كتبان. صافي خرجنا مع عندهم البنات وعاد جينا، يعني انا صورتش معكم البنات شنو كيفاش درنا العشاء. المهم كان خالي جاب الدجاج وقال لنا
يعني قال لينا ديروا دجاج هكايا دجاج محمر صافي، يعني حكم انه اصلا شدينا زربناه عليه واحد الزربه ما كايناش، حكم انه ما كانش يعني كنجيبو خلاها هكا كما مغسول ما والو، درنا ليه الحامض مزيان، درنا ليه الحامض والملح مزيان، من بعد غسلناه درنا ليه ديك تشربوا يعني العاديه، شرب لنا الدجاج مزيان، شرب لنا صافي ودرناه طاب. بصح جات واحد العشيوه زوينه درناها يعني زربناه عليها، يعني كتعرفوا الدجاج كي باغي يعني يتغسل قبال وترقد شويه في الحامض، ولاني واخا هكاك دفعت له يعني دفعنا ليه الحامض مزيان ما تغسلناه، ودرنا ليه الشرموله صافي ودرنا تيطيب. هذه هي المريقه ديالنا البنات كما كتشوفوا، ملي درنا يعني صافي طاب الدجاج ودجاج خرجناه باش ينشف شويه قبل ما نديرو يتحمر صافي. هنا هي المرقه عندنا صافي يعني بدات كتعلق. ني البنات خديت شويه ديال الزيت دهنا مزيان داك الدجاجه مزيان دهناها بالزيت، يعني ومن الاحسن ديرو الزيت وكيبقى يعني حسب الرغبه، كاين اللي كيدهنها بالزبده، كاين اللي كيجد مثلا شويه ديال الزبده وكيخلط معاه شويه ديال الهريسه ولا تحميره باش تعطي داك اللون، داكشي كيبقى على حسب كل واحد شنو تيدير صافي. حنا دهنا غير شويه ديال الزيت صافي وشعلت الفران ودرتو باش يتحمر، يعني واحد العشيوه زربنا عليها دغيا دغيا. كنتمنى ان شاء الله يكون هذا الفيديو هذا نال اعجابكم، وما تنسونيش من لي لايك ومن التعليق ديالكم الزوينه ومن الدعم ديالكم، وكنتمنى ان شاء الله يكون هذا الفيديو هذا نال اعجابكم. هذه هي الدجاجه ديالنا البنات اللي اللي زربنا عليها ما خليناهاش كاع نهائيا يعني تعطل، وداكشي حكم انه كما قلت لكم يعني ما خليناش الدجاجه يعني تبقى مده هكايا في الحامض، يعني درنا ليها الحامض مزيان عصرنا مزيان، حتى الواحد اللي كان مزروب هكايا باغي يدير شي عشاء ولا شي حاجه هكا مزروب يشد الحامض مزيان يعصرو الملحه ويخلي داك الدجاج مزيان يشرب داك الملحه والحامض غير هكا واحد 10 دقائق يشلو ويشرملو وين راه كيجي بنين وكيجي لذيذ. كنتمنى ان شاء الله يكون هذا الفيديو هذا نال اعجابكم بالصحه والراحه، وتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.